وصلنا مشاهدينا الكرام على بركة الله ينطلق شوطنا الحادي عشر في مجموع أشواطنا الصباحية الخاص بالجعدان الصعوب. على بركة الله نسير مع البداية ونتابع صدارة هذا الشوط. هناك هملول على المركز الأول مصبح بن جاسم وخليفة المسابري هو المسيطر على زمام هذا الشوط. المركز الثاني التقدم من الجانب الآخر رياض. هناك مليف وخالد وصالح الزرعي من يتقدم إلى البداية. والمركز الثالث وصل بنيميع أيضا منطلقة في هذا الشوط مع الشامخ سهيل بن عبيد. بنيميع على المركز الثالث. والمركز الرابع أيضا يتقدم هناك نار سعيد من سرور من شهوان الظاهري. يا سلام اسم جميل واسم أيضا مميز. ولكن نتابع الأسماء ونتابع أيضا المركز الخامس من الجانب الآخر من يتقدم من الجانب الآخر. ولكن أشوف الشعارات أيضا قادمة. هناك شاهين عبد الله بن سعيد بن سالم الكتبي يتقدم في هذا الشوط. والمالكي واصل. المالكي واصل أيضا يقدم لنا الجاسي محمد بن خطاب سعيد المالكي. ولكن البداية البداية مع المركز الأول. هناك رياض الدير بخادم الزرعي هو المسيطر. ونار ولع 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 نار ولع مع البداية. نار ولع نار نار على المقدمة نار على صدارة هذا الشوط. سعيد من سرور من شهوان الظاهري. يا سلام أشكرك يا الظاهري على هذا العرض الرائع اللي قدمه. نار مع المركز الأول. الله الله أشكرك أشكرك. خلاص لا تقول له شيء لا تقول له شيء. تهانينا والناموس سعيد بن سرور بن شهوان الظاهري. والمركز الثاني هناك رياض غدير بن خادم صالح الزرعي. والمركز الثالث المركز الثالث هناك مشوش محمد بن حمد بن سليم العويسي. هذا هو النتيجة للمراكز المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني دقيقة و49 ثانية هو توقيت نار. تهانينا وناموس سعيد بن سرور بن شهوان الظاهري. تهانينا أيضا لأهل العين كافة.